المغفرة فيها تغطية، غطينا على الذنب وصناك من العقوبة. إذن شو معنى غفرنا لك؟ شو معنى تغفرنا لك؟ غطينا على الموضوع. شو يعني غطينا؟ في ناس شو بيقولوا؟ محينا أثره. هذا غير صحيح. الغفر مش محي، الغفر تغطية وصيانة، تغطية على الذنب وصيانة من العقوبة، خلاص. ولا يكون إلا مع الذنوب، والخطايا ما هي ذنوب، ولكن الخطايا هي الذنوب الكبيرة، والقرآن لم يستخدم خطيئات وخطايا إلا في الذنوب الكبيرة. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. شو سبب غرقهم ودخولهم النار؟ مما خطيئاتهم. وين ما بتقرأ في القرآن تجد هذا إلا آية واحدة تلتبس على بعض الناس، وهو قول إبراهيم عليه السلام: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هو يا إبراهيم عليه السلام بيرتكب خطيئة؟ لا. طب ليش بالكم؟ ليش؟ لأنه كل ما ارتقيت أنت، كل ما ارتقيت تستكبر أي صغيرة. اليوم واحد مثلا بده يعتذر لك عن موضوع، ممكن يعتذر لك بطريقتين، يقول لك أنا أسأت لك وأنا شايف أني أنا يعني أسأت لك إساءة كبيرة. بصير تقول أنت لا يا أخو، أنت مش يعني إنسان بيخطئ وأنا مش شايف الأمور تستاهل، أنت بتقابله بهذه الطريقة. أو بيجي بيقول لك لا يكون زعلان مني، ما يعني صغيرة الإساءة اللي أسأت لك إياها، هيك بيعتذر هو صغيرة. طب كبر هالصغيرة هاي مشان أتفاعل معك. فلما إبراهيم عليه السلام هو يقول خطيئتي، هذا شأن الصالحين. إيش صالح؟ أي غفلة، حتى هو أي غفلة هيك بشعر إنه هاي كبيرة هاي. ودائما الفساق كبائرهم في نظرهم إيش؟ صغير. الفساق كبائرهم في نظرهم صغير. وكل ما كان الإنسان مرتقي وصاعد، بتجدوا بنتبه لأقل الصغائر وبستكبرها. أنا بقول لك أنا جرحت شعوره، ما عرفتش أنام. ما عرفتش أنام لأنك جرحت شعوره؟ طب ما احنا كسرنا راسه أول امبارح ونمنا. شفتوا الفرق بين الاثنين؟ فالخطيئة إذن هي في القرآن تستخدم في الكبائر الكبيرة، والخطايا ذنوب. والذنوب لعلمكم، الذنوب هي بتشبه الذنب. ها يعني كيف الذنب بيكون، وكيف مثلا عندنا الكلب وذنبه دائما معاه وين ما راح بيلزمه ذنبه، مش بس وراه هيك. فالذنوب لاحظوها هي الأعمال التي يأثم صاحبها ويؤاخذ عليه، وبتلحقه يعني بتلحقه المؤاخذة. فبده مغفرة. شو بده مغفرة؟ بده نغطي عليه ونصوم للسيئات. القرآن ما قالش انه بيغفر السيئات، بيكفر السيئات، بيكفر السيئات. طب ايش السيئات؟ السيئات لاحظوا اول شيء هي تقابل الاشي الحسنات، في سيئة او في حسنة، في سيئة او في حسنة. والسيئة قد تكون ذنب وقد لا تكون ذنب. واحد قتل خطأ مش قاصد، او حفر بير وما انتبهش منيح وهو يحفر انه يغطي ويمنع الناس تمرك وما حطش اشارات، فجاء ولد صغير ونط ولا هو في البير. هذه سيئة الزلم اللي حفر وما حطتش، هذا ما كانش قاصد وذهل عن هالموضوع. في سيئات بيأثم صاحبها، في سيئات ما بيأثمش بس مطلوب انه يكفر عنها. طيب ماشي، ما هو الحصان حصانكم ورفس الزلمة وانت مش رابطه مظبوط. صحيح انه احنا مش مأخذينك الان، بس بدك تدفع، كفر عن الموضوع. شو كيف بروح يكفر؟ بيعتذر ويا جماعة واحنا والله الحصان ربطناه بس كنه نتش الحبل وطلع مع انه احتطنا احنا مع انه كذا. انت بصير تعتذر مشان تكفر عن الموضوع. سيئات بدها تكفير، وكفر عنهم سيئاتهم.
احنا فهمنا اولا ما يغفر الا الذنوب في القرآن هيك، والخطايا ذنوب، تمام ممتاز، اللي فيها اثم يعني. طب غطيت ولا محيت؟ لا غطيناها ونسيناها ومش راح، وصناك من انه حتى نعاتبك، وصناك حتى من العقوبة، وصناك من المعاتبة. طب انمحت، انمحت يا نوك لك انمحت، ما هي لا تزال بجوز في نفسك موجود اثرها، في نفسك موجود اثرها. طب ولكن بدي امحيها؟ ايوه، ان الحسنات يذهبن السيئات. مين قال انها لا تدنس بالمعاصي؟ تدنس بالمعاصي وترتقي بالطاعات. طيب ما هو دنستها المعصية والله غفرها، ولا يزال اثر المعصية في النفس، كيف بدنا نزيله؟ احنا غفر، كيف بدنا نزيله؟ ان الحسنات يذهبن السيئات. شرب خمر وطبقت العقوبة وغفر له، لانه معروف انه تطبيق الحدود كفارة، تطبيق الحدود كفارة، فغفر له الذنب. لكن اثر الخمر لا يزال في نفسه، كيف بده يتخلص منه الان؟ بروح للاطباء بيشرحوا له، بعطوه ادوية مشان يروح الاثر، هذيك غفرت وانتهى الموضوع، لكن الاثر السيء موجود، موجود في نفسه لا يزال في جسده، فبده يستشير الاطباء ويشوف كيف بده في النهاية مشان ما يكونش مدمن، وفي الاخير يتخلص من هذا الكلام والاثر السلبي اللي نتج عنه شرب الخمر مثلا. الذين كفروا، مشان نفهم الان كفارة بدنا نفهم اللي كفروا، اللي طب في الغفر احنا غطينا وصلنا، في الغفر في تغطية وصيانة، تمام. طب والكفر، والكفر كفروا الان، بدنا نشوف مين شو هم اللي كفروا هدول، شو هم اللي كفروا وغطوا ايش يعني. بس يبدو الكفر، لاحظوا، تغطية وجحود ادق من قولنا ستر. وفي ناس برضو سألوني على عفا، وجيد انه نفهم انه العفو ايضا مش بالضرورة يكون عن شيء ذنب، لا، مثلا الا ان يعفونا او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. عن ايش بيعفي؟ عن المهر، تنازل عن حق بس، لا في ذنب مقابل ولا في شيء، خلاص روحوا يا جماعة ما بدنا مهر ولا بدنا غيره. وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم. لاحظوا ما قالش يعفوا عنكم، بده يعطيهم اكثر من اللي عملوه. وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله، يغفر مش يعفو، مش اجى قالنا بتعفوا انتم بعفو عنكم، تعفوا بغفر لكم اكثر اكثر. طب هناك في المغفرة غطى وصان من العقوبة، طب والكفر بغطي ايش؟ لاحظوا الكافر ايش بغطي. خليني اجي مثلا على موضوع كفران النعمة. على فكرة في عندك شكر النعمة، شو يقابلها؟ كفر. شكر شو يقابلها؟ كفر. مين بأيدها بآية؟ ان تكفروا فإن الله غني عنكم. طيب وان تشكروا، وان تشكر هاي قبلها تشكر. اذا في عندك شكرة وفي عندك كفرة، في عندك شكرة على مستوى وكفرة. وسبق اذا بتذكروا شو قلنا، لاحظ انه الشكر اظهار النعمة، اظهار النعمة. الكفر عكسها، معناته الكفر ايش؟ اخفاء. الشكر اظهار النعمة في مقابلة المنعم، فكأنك انت ايش؟ تعترف بحق المنعم وتجل النعمة امامه. معناته لما كفرتها شو يعني؟ عكسها،